دوما دوما تك دوما دوما تك أحلى برنامج من دون شك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تك ورا تك 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 العوافي من ديمقراطية. إذا في بنت عمرها أقل من سنة وقطشنا لها إيديها وإجريها وحطيناها على الأرض، أكيد رح تكون بوضعية هالبنت اللي أجبرت الرئيس الأمريكي باراك أوباما يحط راسه بالأرض حتى يتطلع بعيونها. الطفلة إيلا طنوس اللي قطش لها إيديها وإجريها طبيب لبناني، واليوم رفضت نقابة الأطباء فكرة محاسبة هالطبيب أمام القضاء. إيلا طنوس فرضت على كل طبيب ما بيعترف إنه هي ضحية إهمال زميله، فرضت عليه إنه يحط راسه بالأرض إذا بده يتطلع بعيونه. انتقدنا كتير رجال الدين وقلنا منن آلهة وهن معرضين للخطأ، فيا حضرة نقابة الأطباء، الطبيب كمان منو إله ولا هو فوق القانون، والاعتراف بالخطأ فضيلة. ومن بنشعة منبدأ ديمقراطية الليلة، حيث قرر الرئيس أمين الجميل يفش خلقه عند النايب سليمان فرنجية. تيك تك تيك تك تيك تك. يعطيك العافية سليمان بيك، أهلا بالعناد يا هلا. عم تسمع أخبار الولايات المتحدة؟ لا، ليش شوفي؟ تجيب بوش ابن الرئيس جورج بوش الأب وخير الرئيس جورج بوش الابن بده يعلن ترشيحه لرئاسة أمريكا. لا، الباي والخي والابن يعني؟ عجبك؟ وبعد في أبواء مأجورة بتطلع بتنتقدنا كيف عم نورط ولادنا. أبواء مأجورة يعني أنا إذا سلمت ابني توني مطرحي بعد ندحها. إذا بدنا نعمل مثل بيت بوش بأمريكا اللي بتتغنى بالديمقراطية، لازم يجي ابني سامي رئيس للكتائب وبنتي نيكول نايبة للرئيس، وأنا لازم يكون ابني التاني باسل نايب لخيو توني برئاسة المرضى. يا قرد، وأنا رح عين ابني أصلا نايب لخيو تيمور، في مشكلة؟ أبدا وليد بيك، أهل نحن أخطائيين أهل، يشوفوا بأمريكا شو عم بيصيروا ويرجعوا يحكوا. العمى سعيد عقل كان يقول انه بيت بوش اصلا لبناني من بيت غوش، مش غوش مبلا غوش. يا قرد. بعد الاستراحة الاعلانية، ابراهيم كنعان والهدية. تيك تك تيك تك تيك تك. منتابع ديمقراطية. كل اللي عم بيحاولوا يعملوا من عرسال متريس لتجييش شارعهم ضد حزب الله ما زبطت حساباتهم، لأنه السيد نصر الله أعلن اليوم أنه حزب الله ما رح يفوت نهائيا على عرسال، فلازم يا شباب تفتشوا على باب تاني للتجييش. ومنبقى ببنشعي كمان وكمان، ومع مضمون الزيارة اللي قام فيها النايب إبراهيم كنعان للنايب سليمان فرنجية، والتنين بشوفكن. يعطيك العافية سليمان بيك. اهلا استاذ ابراهيم، مبروك الصلحة مع جعجع. شكرا شكرا. ومثل ما قال الجنرال، هيدي هدية للمسيحيين. ما في شك ما في شك. وانا جاي من قبل الجنرال تحطك بجو اللقاء اللي صار مع الدكتور جعجع. ايه خبرني تفاصيل. قبل التفاصيل بدي اقدم لك الهدية، هيدي مني انا شخصيا. مرسي. ايه صورة جعجع؟ ايه. ولا شو جايب لي صورته؟ بلش عود نظرك على الصورة، لأنه قريباً رح تشوفه شخصياً. أف أكيد؟ إيه، اللي بيصالح الجيم جيم جنرال وجعجع، ما في صالح سين سين سليمان وسمير؟ بس ريما أحلى من ستريدا. قول إيه؟ دوما دوما تك دوما دوما تك أحلى برنامج من دون شك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تيك ورا تك 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 تيك تك تيك تك تيك تك تيك تك.